هنا سيئون، مركز وادي حضرموت، أكبر مدينة يمنية لم تصلها حرب الانقلاب ولا حرب القاعدة، لكن حرب ريال شلت حركتها. يتجول مصور يمن شباب وقت الذروة للحديث عن أهمية تداول العملة الوطنية بدل المحلية في المدينة، لكن المدينة بدت فاقدة الحركة من التجول. أسواق المدينة خالية من الزبائن والحركة التجارية، والناس مصدومة هدى كيانها انهيار العملة واللجوء إلى التعاملات بالعملات الأجنبية الصعبة. والله هذا يا أخي بصراحة يعني حاجة غريبة ومتعبة جدا للشعب اليمني، جدا جدا. يعني إذا كان ما فيش عمل ما يتعامل بالعملة حق البلاد اليمنية، أما كذا الناس خلاص ما يقدرون، تعبوا أغلب الناس ما يقدر يشتري بوت أولاد، ما يقدر يشتريه بالعملة. منين لك عملة دولار ولا ريال سعودي ولا عماني ولا ما، الناس ما يقدرون يا أخي، تعبني مرة. سكان في المدينة شنوا هجوما لاذعا على الحكومة اليمنية التي تعتمد في رواتبها ومصروفاتها ومستحقاتها على العملة الأجنبية الصعبة، وتقيم في الرياض والعواصم العربية. أحب أن أوجه رسالتي إلى كل من يتعامل بالعملة الأجنبية أو السعودية أو الإماراتية ويتجاهل عملة بلده، أنه إنسان مغفل وإنسان يهدف إلى تدمير وطنه. وأتمنى أن الناس كلهم يعوا هذا الشيء، لأنه عملتنا نحن هنا بأنفسنا، وإذا لم نقوم يعني بإلغاء هذا الأشياء فنحن على غلط. الرفض الشعبي للتعامل التجاري بالعملة الصعبة لم يكن محل إجماع، حيث قبل به آخرون خاصة من ذوي المغتربين وكبار التجار، مع تفهمهم الكامل لما يترتب على هذا التعامل على الأسر الفقيرة. العملة اليمنية مؤخرا صارت الشغل الشاغل لليمنيين، وصارت قضيتهم الأولى، وتراجعت القضايا السياسية والعسكرية الأخرى إلى الهامش بسبب المجاعة التي تضرب معظم فئات الشعب اليمني.